مرحبا بكم الناس كل في عشان مش نقدمه مش قدمه فينا الكوب اوكي دونك كونتر الاسبرانس والولمب البيجي في الحال هذا عرس كروي تعرف الشارم بتاع الكوب سيت ان تيتر معناها اجوي كونتر دو زيكيب اللي معناها اكتويلمون الحاله نتاعهم ولا الجو العام ما يتشبهش دونك ان شاء الله تعدى مباراه حلوه ان شاء الله معناها يكون معناها فما فرجة باهية ان شاء الله يتعدى ماتش في كنف الروح الرياضية وان شاء الله كما قلنا يكون عرس كروي بيتم معنا الكلام عرس نهائي كاس تونس بين الترجي تونس والولمب البيجي ان شاء الله يكون مقاطعة محكمة في التيران وفي البرة من التيران بالنسبة لنا احنا كجمهوريات ديما الكوب عنده شعر خاص عنده نكهة خاصة حتى من الجيران عنده الحاجات الباهية الكل ان شاء الله قدرت ربي نحضروا كيما يلزم ونكونوا عارفين كيما يلزم قبل يكون نلعب على تيتو ان شاء الله المباراة تكون محترمة وان شاء الله نبطل نحكي وقت كما قلت لتا نتاع ابار حتى بوغرين وشراره معناها البارح البارح كانوا معناها الجروب شويه او كومبلي لا سول سيونس اللي لقينا فيها برسك الجوار اللي نجم يكونوا موجودين كيما توغاي كوليبالي بالرمضان حمدو شراره بطبيعه الجاهزيه نتاعهم متفاوته ما هوش جاهزين معناها الناس كل على نفس الجاهزيه تعرفوا معناها فما اللي شكون بارزامبل كيما حمدو كان مضروب شهر وتوا مازال كيرجع فما انكور دي جوار اللي فما شوي ايبويزي سو لو بلان معناها فيزيك سويت معناها اللي برشا ماتشوات وتعرفوا معناها لي كونديسيون اللي لعبوا فيهم لي فواياج دونك كيما قلت معناها البارح بركا وين على الاقل لقينا الجروب حاضر بطبيعه فما بغيابات اخرين معناها عقوبات واصابات اللي مازالوا ما رجعوش بالنسبه للسؤال الثاني الحاله المعنويه بطبيعه السيريدات او قلت فشل اوكي احنا بالنسبه لنا في الاسبيرونس كي ما تهزش التيترو او على الاقل معناها ما توصلش فينال سمينا فشل احنا كمكاشخين لانه احنا ديما عايشين السيتياسيون هذه مي بار كونتر دومي فينال تشامبيونز ليغ الفولوفير سورتو معناها الانديه نتاعنا اكتويلمون نظل نشوف كان في الاسبيرونس اللي قاعد وحده يعارك معناها في الافريق ويوصل معناها للادوار المتقدمه اخر فريق تونسي لعب دومي فينال تشامبيونز ليغ تتر ليتوال ان 2017 معناها 7 سنين تالي دونك 2017 كونتر الاهلي 17 كونتر الاهلي دومي فينال دومي فينال دونك الفو لو فير ماهوش ساهل معناها سورتو وقت اللي يتبدل معناها برشا الجروب جوارات تمشي جوارات تجي يتبدلوا لي كوتش تعرفوا اهم حاجه في الفوتبول الاستمراريه كونتينياسيون العوامل هذيا ممكن تفقد الدورنيرمون ولكن ابري تو تحب ولا تكره دومي فيناليست شامبيونز ليغ سي با دوني ا تو الموند دونك معنويا صحيح لاولاد مانشستر احنا متاثروا برشا معناها كيما نوصلوش للوبجيكتيف نتاعنا ولكن تعلمنا انه يلزمك تكون فيسح لانه ما فماش وقت لي ماتش سونشين اليوم معناها المره اللي فاتت ماتش كونتر تطاوين كنا مطالبين يعني بالانتصار من بعد 3-4 ايام تلقى روحك تلعب فينال الكوب من بعد معناها باش تلقى روحك تلعب في الشامبيونان اكتويلمون لسبيرونس حتى نشوفوا في الكلاسمون في الشامبيونان ماناش متاهلين لحتى مسابقه افريقيه دونك اوني سو بريسيون اون دو جيري سا ان شاء الله خير صحيح هو تحدي كبير معناها كما قلت فينال كوب اون بليس كونتر ادفيرسير اللي عنده برشا تقاليد في الكوب الاولمب البيجي فريق عريق معناها فريق عنده لي تراديسيون كما قلنا سورتو وقت اللي يوصل للفينال نشوفوا معناها فما كونسونتراسيون توتال من الاولمب البيجي ديجا من اول اسبوع ستاج في سوسا عندهم برشا ستابيليتي بداو سيزون كوم الفو ما همش سو بريسيون توا على خاطر تعداو البلاي اوف دونك الكونسونتراسيون كلها على الكوب يستاهلوا ساعه لازم نبارك لهم وصولهم للنهائي لانهم فريق ورى برشا استقرار ورى فني ومعناها من المدرب الاولاني طارق جرايه ثم
جمال خشارم عندهم معنا دي جوار اترانجي على مستوى عالي. صحيح هم عندهم دي جوار اللي غايبين اما المعاوضين ما يقلوش معنا قيمة على الموجودين. دونك هذا معنا بالنسبة لنا كيفاش نشوف الماتش. مي اسبيرانس يقعد ان غرون مورسو سورتو في فينال كوب. دونك الماتش باهي ان شاء الله. والله ان شاء الله ما نحبش انا ديما نخمم في اول ولا معناها سي ماتش جوي. احنا مطالبين ديما في الاسبيرانس مهما كانوا لي كونديسيون نحاولوا انه نفوزوا بالماتش نتاعنا ان شاء الله نعملوا اللي علينا وربي يوفقنا ان شاء الله. انا معناها كلمه الوعود ما نحبهاش سانسيرمون لانه اذا توعد انك تدونا فون تعطي كل ما عندك هذا اللي نوعد به. بقى فما رياليتي وفما ماتش وفما ادفرسير وفما احنا زاد دونك ليتا سي سور اللي فما روح اكيد فما روح فما بوكو معناها فما برشا حاجات ان شاء الله تشوفها في الفينال. واحد كيما قلت لك اللي سي معناها باش يعطي اقصى ما عنده. تعرفوا الحلول ما مش برشا سو لو بلان مونتال معناها حكينا برشا سو لو بلان تكتيك معناها حكينا برشا. ان شاء الله نقدموا معنا وجه يليق بالترجي الرياضي التونسي. اول حاجه تاع في جمعيه كبيره كيما سيرونس ديجا مسير بروجيكت تاع بنك العربي الدولي سي بلي ساعات ما وفقش قبل كل شيء اللي بالنسبه لي احنا كما قال مهم الكوتش اللي لازم تعطي سو تيران وبرا تيران وابري تو توفيق مع الدرب نعمل نعمل علينا. ماتش التقاوي كان مهم بالنسبه لنا احنا من ناحيه الذهنيه تعرف الكره مونتال 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 ماكش حاضر وماكش كونفيون 70-80% من الكليات باش يديروا الحمد لله. زي ماتش التقاوي اللي كان مهم بالنسبه لنا احنا التنفيس هذايا بعد الماتش الضغط رجعت تاع والهجوم تاع كرواتيا وتاع الفيكتوار رجع بالنسبه لي احنا بلوز امبورتون توا ناخذ ماتش تقاوي كبير من ناحيه النتيجه وقلت لك ربي هو مقابل عندنا حقيقه اخرى كيما قلت لك نلعبوا على تيتا لازمنا نحضروا فيما يلزم وقلت لك ربي ان شاء الله الاولاد الكل يكونوا حاضرين غدوه نعملوا اللي علينا وقلت لك ربي ان شاء الله الاشياء يكونوا متوازنين ان شاء الله. هو الحقيقه مازالوا 24 ساعه الماتش ومازالت عندنا سيونس دونترمون تاعو يعني بعد شوية نعمل سيونس بتتر عبارة كبيرة أكثر من سور البلان فيزيك باراكبار كالكو جوار شواء معناش برشا شواء الحقيقة فهمت معز معناش برشا شواء سورتو للدوبلو لازم واحد يخمم على الانتام دي ماتش وان بلوس على الديرونمون تاع الماتش انت باش تلعب 90 دقيقة فوار أكثر. دونك نحاولوا انه نحضروا روحنا اللي باش يبدا سورتو اللي ينجم يكمل وينجم يفيدنا. بالنسبة لنا احنا عندنا ثقة سواسور معناها في لي جوار الكل مالغري اللي فما مثلا ماتش تطوين دي جوار ما لعبوش في البوست نتاعهم اما عندنا ثقه فيهم بيان سور ان شاء الله نكونوا في المستوى. وكما قلت لك كما قلت قبيل الزميل حسني قلت له نعطيو وجه مشرف للترجي معناها ليماج تاع الترجي ان شاء الله تكون موجوده غدا ان شاء الله. فينال الكوب معناها 2016 كان ديربي أنا كنا حاضرين بالبداية وكومبلي عملنا وقتا نذكر عملنا دو ستاج جبنا دي ريكروتمون كانت خدينا الوقت باش نحضرو بورتون كان أول ماتش كارد فينال في سوسة ربحنا واحد بلاش ياسين الخميس ومن بعد دومي فينال لعبناه في جيبس ما كانش سهل كنا خاسرين واحد بلاش ورجعنا في الطرح 2-1 والفينال وكومبلي معناها ليكيب كانت حاضرة بطبيعة الحال نحيو سي عمار سويح اللي بالمناسبة وقتها خدمنا خدمة باهية وتوجنا بالكاس. بالنسبة لشراري والهوني شرار حكيت عليه المرة اللي فات تدريجيا يلزم يرجع ياخذ طونجو أكثر بشوية سي توتا في نورمال أنه الكانز منوت اللي خداهم المرة اللي فات باش يكونوا بينيفيك برشا بالنسبة لهم اللي هو إيه سو لو بلان فيزيك إيه سو لو بلان مونتال. دونك أوماج دو بروغريسيون حكيت معاه هو خاصة في نواحي لازم هو يعرف يتعامل فيها وطفل كونسنتري وموتيفي. بالنسبة لحمدو حمدو راجع من بعد شهر دونك نرجع للشهر التالي كان مصاب وتعرف عملية هذه معناها في الساق ما ماهيش بلاسور مسكولار اللي تنجم تخدم فيها حاجات أخرين.
دونك حمدو الحاجه الباهية فيه لي سيريو لي موتيفي حمدو ذكي حمدو سان جوار معناها بياس متريس في ليكيب اللي نجمو نعملو عليه في اي وقت معناها نحتاجوه في الماتش ان شاء الله. نعرفش السؤال الثالث نسيت. التحكيم انا جنرال ما نحبش نحكي على التحكيم باهي برشا كيكون نهائي كاس تونس حكم تونسي بالرغم اللي كما قلت فما انتقادات صارت تعرف معناها تقول معناها مثلا هاي تنقيرات منسوسه وكذا ولكن انا بيرسونيل ما عندي ثقه في التحكيم معناها التونسي هذا عرس كروي هذا الناس كل تتفرج اكيد هاي تنقيرات باش يكون معناها على المستوى هذايا وعلى مستوى الحدث هو والطاقم التحكيم الكل بالتوفيق ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق زاد. اي صحيح معناها ديجا انت فسرت معناها السيتواسيون تاع بيجا اللي هي قبل ما توصل البينالتيات وتحكي على الكاليتي نتاع الجارديان واللي ربحت ولا ما ربحتش ديجا لا فورس مونتال اللي توصلها البينالتيات سورتو اللي لعب معناها ماتشات صعاب في الكوب الباركور نتاعها ما كانش ساهل بالكل دونك بيجا عندهم فورس معناها فورس دو كاركتير قويه بطبيعة الحال نحن مش نلعبوا فينا الكوب أكيد السيناريو الكل إن شاء الله نحضروهم وإن شاء الله تكون في صالحنا معنا يا الحكاية. ولكن ماناش في نفس السيتواسيون باجا توتالمون كونسنتري على الفينال معناها في منطقه دافئه في الشامبيونات رشحوا البلاي اوف مش شربوا المانتيان وعملوا سيزون كبيره معناها وحكيت على الاستقرار نتاعهم كاليتي جوار وكل شيء احنا الزوز معناها ديجا ما فماش وقت ما استرجعناش انفاسنا ما استرجعناش لي جوار لي بليسي ب 100% لي جوار معناها اللي معاقبين دونك باش نتعاملوا معناها مع الماتش كوم يلفو سامحني جوست نسيت الاخر البارتي الاخر نتاع السؤال. بالنسبه للمباراه
اي فوالا بالضبط بالضبط كما قلت انت نافع معناها اكتويلمون اسبيرونس لوبجيكتيف نتاعها ديجا اوكي عندك فينال كوب مي او ميم طون انت ماكش كاليفي اكتويلمون ما واحد باش يفهم قيمه روحه لازم يعرف روحه شي يسوى تو اكتويلمون نحنا ماناش كاليفي دونك عندنا برشا حاجات تخموا عليهم عكس كما قلت انت معناها باجا بيان كونسونتري على السوجي نتاعها وزاد حتى موتيفاسيون يزيد ان شاء الله.